أخبار الحادية عشر من التناصح والبداية دائما بأهم الأنباء. مفتي الديار الليبية يؤكد أن الظلم الحاصل في البلاد يتحمل مسؤوليته داعم اتفاق أسخرته. ومن تستر على الظالم فهو ظالم. هدوء حذر في محاور القتال بعد فشل قوات الكرامة تقدم صوب العمرة الصينية. وتتابعون أيضا عميد بلدية غات يعلن المدينة منطقة منكوبة وشركة الكهرباء تؤكد العودة إلى الجنوب. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني في برنامج الإسلام والحياة، قال إن من أعان ظالما أو تستر عليه فهو ظالم، والله توعد الظالمين ومن أعانهم. من أعان الظالم فهو ظالم، ومن تسبب في الظلم فهو ظالم، ومن تستر على الظالم فهو ظالم. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يعني يندد بالظالمين ويتوعد الظالمين، وكذلك يتوعد من كان مع الظالمين، فيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تكونوا مع القوم الظالمين ولا تكونن من المفسدين. فكل من هو يعني يعمل عملا فيه ظلم أو فساد أو يقف معه أو يناصره أو يتسبب فيه أو يعينه بتدبير أو عناية أو حراسة أو يكون ردئا له يناصره ويثبته ويدعمه، كل ذلك هو الظالم سواء. وأضاف فضيلة المفتي أنه من العجب أن نرى من يتشبث باتفاق أسخرات بعد هذا الظلم والجور الواضح والواقع على الناس. ما تعيشه البلد هذه الأيام لا أدري إلى أين يريدون أن يصلوا بها، يعذبون الناس ويذلونهم ويحرمونهم من كل حقوقهم مع الفزع وعدم الأمن والخطف والقتل والهرج والمرج، ولا يجد واحد ممن ظلم جهة يلتجئ إليها. ومع ذلك العجب كل العجب أن نجد من هو لا يزال يتمسك ويتشبث بما أوصلنا إلى هذا الحال المدمر التعيس. فالذي أوصل إلى هذا لا شك هو ما يسمى بالاتفاق السياسي، وقد مرت بنا سنة يعني كبيسة، سنة شديدة يعني لم نرى مثلها، وكان يفترض أنهم ينفضون أيديهم منه ويبحثوا عن غير هذا الطريق المظلم البائس. هذا وقال مفتي الديار أن هناك من يريد ترقيع اتفاق أسخرات وهم بذلك يضرون الشعب الليبي كاملا، ولكن للأسف لا يزالون يدعمون هذا الاتفاق المزعوم ويجرون وراءه ويريدون أن يرقيوه ويثبتوه، وهم جميعا يؤذون 6 ملايين و7 ملايين. اليوم هذه الأيام كل من تسبب له قهر أو ظلم، كل من قفلت يعني وسيلة عمله من ورش ومن مخابز ومن مصانع، وكل من قفل عليه الكهرباء سواء كان في مستشفى أو كان في مرفق من المرافق وتضرر بذلك، وكل من قطع رزقه، وكل من تسبب له ضيق أو شدة أو فزع من هذا العمل، فإن كل من يدعم هذا الأمر الآن هو مسؤول عنه، وكل ما يقع من موت ومن قتل ومن سفك دماء فإنه في أعناق هؤلاء الناس. وإني أستطيع أن أقول وأعد هذا فتوى شرعية وليس هو كلام عابر،
أتحمل مسؤوليته لأبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. كل من الآن يسعى لدعم هذا الاتفاق المزعوم وترقيعه ليمتد الفساد في الأرض وليمتد الظلم وليمتد القتل والاختطاف والظلام وهذه المآسي التي نعيشها، كل من يسعى الآن لتمدينه والتمسك به فإني أعده من الذي أعد عمله مع سابق الإصرار والترصد، أعد عمله من الفساد في الأرض. ونوه فضيلة المفتي أن كل ما يقع من ظلم يتحمل مسؤوليته من يزال أو من ما زال يقف مع اتفاق سخرت. وكل ما يقع من الظلم على الناس والقهر والذل وانتهاء ونهب الأموال وضياحها والقتل وسفك الدماء هم مسؤولون عنه وفي رقابهم جميعا. كل من يقف وراء هذا الاتفاق السياسي بعد الآن ويتمسك به بعد ما رأى ما رأى، فإن كل ما يقع من هذا مما لا نستطيع أن نأتي عليه عدا كله هم مسؤولون عنه، وذلك لأن السنة النبوية شاهدة على أن كل من عمل عملا فتبعه عليه غيره، إن كان خيرا فله أجره وأجر من عمل به، وإن كان شرا فعليه وزره ووزر من عمل به. والدليل على ما قلت ما جاء في صحيح البخاري وفي غيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. إلى مدينة بني غازي، حيث أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بني غازي لقناة التناصح الأربعاء، أكد أن قوات ما يعرف للكرامة فشلت في التقدم صوب تمركزاتهم في محور الإمارات الصينية. المصدر ذكر أن قوات المجلس تمكنت من تدمير دبابة تابعة لقوات ما يعرف بعملية الكرامة، كما تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوات الكرامة والتي كانت تحلق على منطقة الإمارات الصينية. هذا وأضاف المصدر أن قواتهم لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها في المحور الغربي. أفاد مركز السرايا للإعلام الثلاثاء مقتل آمر إحدى السرايا التابع لقوات الصاعقة في الاشتباكات في محور الإمارات الصينية. المركز ذكر أن قوات المجلس تمكنت من سحب جثته بعدما انسحبت قوات ما يعرف بالكرامة من المحور، مضيفا أنه شهد سقوط قتلى تابعين لقوات ما يعرف بالكرامة في الاشتباكات التي شهدها المحور. هذا وشهد محور الإمارات الصينية الثلاثاء اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات مجلس شورى ثوار وقوات ما يعرف بالكرامة. أيضا، حيث شن طيران الأجنبي الموالي لما يعرف بعملية الكرامة الثلاثاء شن 13 غارة جوية على منازل العالقين في منطقة جنفودة السكنية، وذلك حسب مركز السرايا. المركز ذكر أن الطيران يحلق في سماء المنطقة ومنذ ساعات الصباح الأولى، مضيفا أن القصف تسبب في أضرار مادية جسيمة في المنازل دون أن يعلن عن حدوث أضرار بشرية في صفوف العالقين. هذا وكثفت قوات ما يعرف بالكرامة الثلاثاء كثفت من استهدافها منازل العالقين بالقذائف العشوائية. هذا وقد تحصلت قناة التناصح على تسجيل مصور حصري يظهر حجم الدمار الذي تتعرض له منطقة جنفودة من قبل طيران مجرم الحرب خليفة حفتر والطيران المساند له. يا قديم يا قديم،
إلى مدينة درنا، حيث أفاد مصدر من المدينة لقناة طناصح الثلاثاء أفاد بشن غارة جوية من قبل طيران الحرب التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر على منطقة الحجاج المطلة على المدينة بالقرب من الكورفات السبع. المصدر قال إن القصف لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة هذا القصف. هذا وشن طيران الحرب التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر غارة جوية السبت الماضي على ذات المنطقة. في ذات المدينة، حيث منعت قوات ما يعرف بالكرامة في منطقة رأس الهلال غربية درنا الثلاثاء منعت مرور 4 شاحنات وقود إلى المدينة. وقال أحد سائقي الشاحنات إن مسلحين موالين لعملية الكرامة قد هددوا سائقي الشاحنات إذا ما حاولوا التوجه مرة أخرى لمدينة درنا. يشار إلى أن هذه الشحنة هي الثانية والتي كان من المزمع أن تدخل المدينة عقب إعلان قوات الكرامة بسماح دخول المحروقات لمدينة درنا بعد توقف استمر لعدة أشهر. أكد عميد بلدية غات جوماني صالح اختفاء كافة مظاهر الحياة عن بلدية غات معلنا أنها مدينة منكوبة. صالح وفي تصريح صحفي صباح الأربعاء قال إن المدينة تعاني نقصا حادا في الوقود وغاز الطهو والسيولة والمواد الغذائية ورغيف الخبز، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 أيام في حين عاشت المدينة تذبذبا في الاتصالات. من جهتي أضاف قائلا إن التواصل مع المجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي لم تأتي بأي نتائج تذكر، مؤكدا معاناة مرضى الكلى لعدم توفر الأدوية والأطقم الطبية ما أدى لتسجيل العديد من حالات الوفاة. يشار إلى أن أغلب مدن ليبيا تعاني من نقص واضح في الخدمات الأساسية. الجنوب الليبي تحول إلى منطقة منسية توظف الصراعات الدائرة بها لتحقيق أغراض سياسية وأطماع إقليمية. نتابع. انشغال الحكومات الليبية المتعاقبة بما يقع على طول الشريط الساحلي الليبي والمناطق القريبة منه أنساها ما يدور في الجنوب الليبي ومدنه ووحاته الواقعة بين كثبان الصحراء الكبرى المترامية الأطراف. الأهمية الجيوسياسية الكبيرة للجنوب الذي تجمعه حدود مع الجزائر والنيجر تكمن في كونه معبرا يتدفق منه غالبية المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في سعيهم للوصول إلى أوروبا، ومن خلاله تنشط تجارة التهريب وتداول الممنوعات. الجماعات المسلحة المحلية والأخرى القادمة من دول الجوار وجدت لها في غياب الدولة مستقرا ومقاما في الجنوب الليبي، حيث تنشط كتيبة بالمختار الجزائرية وجماعات عرقية لها امتدادات وراء الحدود، كما يدعي تنظيم الدولة أن له فرعا بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي من جهته عبر عن قلقه بخصوص الوضع في مناطق الجنوب، حيث قام بإطلاق مهمة في مايو 2013 من أجل دعم السلطات الليبية في تعزيز الأمن على مستوى الحدود، إلا أن تردي الوضع الأمني العام في البلاد جعل من نجاح المهمة أمرا مستحيلا. توظيف الصراعات في الجنوب لأغراض سياسية من قبل أطراف أخرى يهدد بإطالة أمده في ظل الاتهامات الموجهة إلى حفتر بإمداد الموالين له بأسلحة ومعدات حربية انطلاقا من القاعدتين الجويتين في واو الكبير والويغ. بعد آخر أبعد من ذلك عن محاولات لنقل صراعات من دول الجوار إلى الأراضي الليبية لتزيد الوضع تأزما في الجنوب الليبي على طريقة الجيش الشعبي لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانيتين وبوكو حرام في نيجيريا. نظمت كلية الآداب وعدد من المدارس في مدينة أوباري صباح الأربعاء نظم وقفة احتجاجية بسبب تردي الوضع المعيشي وأزمة الكهرباء التي تعيشها المدينة منذ أكثر من 10 أيام. مصدر من المدينة فضل عدم ذكر اسمه قال في تصريح خاص لوكالة أنباء تضامن قال إن الاحتجاج جاء نتيجة للأوضاع المأساوية التي يعيشها أهل الجنوب
من انقطاع للكهرباء والماء والغاز مدة طويلة نهزت 14 يوما، يشار إلى أن مدن الجنوب تعيش أزمات مختلفة في أغلب المجالات. تردد في الأحوال المعيشية وسوء في الخدمات وغياب السلع الأساسية وانهيار في خدمات منظومات الأعمال دفع عمداء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني للجهر بالحديث عما يحدث في الجنوب. عن استقالتي من المجلس الرئاسي إني فشلت. أثرت استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي للبعثة الأممية موسى الكوني من عضوية المجلس ردود أفعال واسعة، خاصة بعدما اعترف بأن المجلس الرئاسي عاجز عن السيطرة على السلطة وأن الاختلافات بين أعضائه لا يمكن التوصل إلى تسوية بشأنها رغم مرور عام على بدء المجلس عمله. قرار الاستقالة كان له دوافعه من داخل المجلس وخارجه، بل ومن الاتفاق نفسه والذي استحال تطبيقه على الأرض وفق ما قاله الكوني. المجبر عضو المجلس يصدر تكليفات استنادا على صلاحياته كما يعتقد تتنافى مع روح بنود الاتفاق والإعلان الدستوري. شملت تكليفات وزارية وأجهزة أمنية بدون علم المجلس، اعتبرها عضو المجلس عبد السلام كاجمان في حكم الملغاة وسيبث فيها. خلافات كثيرة ظهر بعضها وغاب منها الكثير، حتى أصبح داعمو ومنظرو الاتفاق والواقفون أمام تعديله يتحدثون عن إدخال تعديلات عليه أملا في إحيائه. مارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية لم يخفي نيته في تعديل الاتفاق، ومحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء أيقن أن عجز الرئاسي فتح الباب أمام التعديل. والسفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت يقر بفشل الرئاسي ويعد بتغيير المبعوث الأممي. خلافات بين الموقعين والداعمين من جهة، وتعنت طرف عسكري ألهبت جسد الاتفاق بسياط الخلاف الذي ذهب ضحيته المواطن، ولا سيما في الجنوب الليبي الذي كان أبرز الغائبين. ترد في الأحوال المعيشية وسوء في الخدمات وعلى رأسها الصحية، وغياب للسلع الأساسية في مقدمتها المواد الغذائية، وانهيار في خدمات منظومات الأعمال يقع على قمتها المصارف التي أقفلت أبوابها، دفع عمداء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني للجهر بالحديث عما يحدث في الجنوب. فمن إهمال القذافي عقودا طويلة إلى جور وإهمال حكومات امتهنت البيانات والاستنكار، بقي الجنوب بين مطرقة القذافي وسندان الاتفاق، حتى أصبح أول المسجلين في قوائم الأزمات وأهم الحاضرين في الشجب والاستنكار لما يحدث به من كوارث. خصصت لجنة الأزمة في بلدية نسمة اجتماعا عاديا عقدته صباح الثلاثاء لمناقشة أزمة الوقود والحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. المجتمعون وجهوا خطابا لشركة البريغا لتسويق النفط والغاز، طالبوا فيه بزيادة كميات الغاز والكهرباء للمدينة وتوفير كافة الاحتياجات ذات العلاقة. يشار إلى أن المدينة تواجه عجزا في الوقود والطاقة الكهربائية. للحديث أكثر وللوقوف على ما يحدث في الجنوب الليبي معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي من أوباري سيدة موسى تيهوساي. سيدة تيهوساي مرحبا بك في أخبار تناصح، والسؤال هنا لو تضعنا في صورة الأوضاع المعيشية لديكم في مدينة أوباري. مرحبا بكم وبقناتكم الموقعة. نعم، الأوضاع الإنسانية في كامل المنطقة الجنوبية هي أوضاع صعبة جدا ويعني مأساوية للغاية. نتحدث عن مناطق لها الآن أكثر من نصف شهر وهي تعيش في ظلام تام وأوضاع إنسانية صعبة جدا، لأن هناك المياه تتعلق بالكهرباء، هناك عدة أشياء تتعلق بالكهرباء هي الآن
يعني غير موجوده، بصير غدا موجود الكهرباء. نتحدث عن منطقه الان، عن اناس الان يبحثون عن المياه، يحفرون ابار للحصول على المياه ولسد حاجتهم للمياه. المنطقه الجنوبيه الان في مقدمه على كارثه انسانيه قد تحدث فيها اذا لم يتم ارجاع الكهرباء وحل مشكله الكهرباء. وهناك الشارع يغلي في المنطقة، قد يقوم بردة فعل يعني كارثية، قد تكون إذا صح التعبير، أو يعني قد تكون ردة فعل غير مدروسة أو يتولد عنها أشياء للأسف الشديد لا يمكن يعني احتمالها، مثل إغلاق بعض الخطوط الغاز او النفط او المياه في المنطقه الجنوبيه، وهذا قد يرجع اليه المواطنين في الجنوب بسبب عدم استجابه الحكومات في ليبيا في مطالبهم، وايضا للسعي فقط لانقاذ المنطقه وايجاد مشكله حل مشكله الكهرباء. نعم. طيب سيد هوساي، ما هي او هل من حلول تلوح في الافق، سواء كانت من حكومات متعاقبة أو حتى ولو كانت من بعض مؤسسات المجتمع المدني، ماذا عن ذلك؟ نعم، يبدو أنه لا يوجد لي خيارات كثيرة للحلول البديلة. هناك محطة باري الغازية التي لم يتبقى منها سوى 2% فقط لتشغيلها ودخولها في الشبكة العامة للكهرباء، وهذه المحطة الآن تحتاج لعودة الشركات التي كانت فيها التي كانت تعمل والتي توقفت عن العمل بسبب اشتباكات حدثت في عام 2014 في المنطقة. الآن هذه الشركة نحن بحثنا عن يعني إشكالية عدم رجوع الشركة وما هي الأسباب التي تقف دون رجوع الشركة، لكن لم ألقى جوابا مقنعا أو جواب يمكن أن تقول أن هذه الشركة لها بعض الأوائق التي تمنعها من استمرار واعتناف العمل بشركة. للأسف الشديد هناك بعض الأمور السياسية التي هي من تقف وراء تشغيل المحطة. هناك بعض وصلنا مع الشركة التركية المشغلة المحطة وقالت أنها تشتغل فتح مطار في أوباري وكذلك بعض المصارف في المدينة، وهذه المصارف الآن يعني أغلبها مفتوحة فقط المطار يحتاج إلى بعض اللمسات البسيطة جدا، وهذه اللمسات تواصلنا مع الحكومة. طيب سيد سيد هوساي، نعم سيد هوساي، ماذا بالحديث عن أعيان وحكماء المنطقة لديكم، كيف هو الحل من جهتهم؟ هل لهم تواصل مع بعض الحكومات أم ماذا؟ للأسف دور الأعيان هنا نجده يعني دون جدوى. الأعيان ماذا بوسع من يفعلون؟ الأعيان كجهات رسمية كمجالس البلدية هم تواصل مع الجهات الرسمية في كامل الحكومات، لكن للأسف الشديد ليس هناك استجابة يعني سريعة منهم، وحتى يعني لفت نظرهم إلى ما يحدث في المنطقة الجنوبية. الآن المنطقة الجنوبية قد تحدث فيها مشاكل أمنية نتيجة لما يحصل الآن. نتحدث عن منطقة يعني خرجت من يعني بشكل من الدولة بشكل كامل. الآن المنطقة الجنوبية وكأنها ليست من ليبيا. لم نرى أي مسؤول أو في أي من الحكومات الموجودة في ليبيا الآن يتحدث عن الجنوب أو يبحث عن حلول لحل المشكلة التي حدثت. هناك مناطق الآن يعني خارج نطاق الدولة، كبعض المناطق التي لم يصل إليها الكهرباء لمدة أكثر من نصف شهر من الآن. نعم. طيب سيد هوساي، قبل أن نختم معك هذه المداخلة، رسالة تحب أن توجهها لربما لجهات أو حكومة تكون لديها الحل برأيك، تفضل. نعم، نحن نطالب حتى وإن كانت مطالباتنا للأسف الشديد يعني يئسنا من الاستجابة منها لها، نطالب الحكومات ونحملها المسؤولية هنا مما قد يترتب من في حالة لم يتم استجابة ل مطالب المواطنين البسيطه التي تمثل في السعي لعوده الكهرباء، وحتى ل يعني ايضاح المواطنين ما الذي حدث وما الذي يحدث في الكهرباء. هناك المواطنين في المنطقه الجنوبيه الان لا يعرفون ما السبب وراء انقطاع الكهرباء بشكل مستمر لاكثر من نصف شهر في
المنطقة الجنوبية. فهذه الأشياء للأسف الشديد يعني خطيرة جدا، ونحمل هنا كافة الحكومات في ليبيا مما قد يترتب في حالة لم يستجيبوا لي يعني مطالب البسيطة التي يطالب بها المواطنين في المنطقة الجنوبية. نعم، الناشط الحقوقي من مدينة أوباري السيد موسى تيهوسايا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استقبل مستودع سبها النفطية شحنات من الوقود وغاز الطهو مرسلة من مستودع مصرات النفطي بعد مساع بذلت من القوة الثالثة. يشار إلى أن انقطاع امدادات الوقود والغاز عن المدينة كانت على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في الطريق الرابطة بين المنطقة الجنوبية ومدينة مصرات بسبب الاشتباكات التي دارت بين القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب وميليشيات بن نايل، والتي أدت إلى توقف الإمداد في مستودع سبها النفطي لأكثر من 20 يوما. لقد بدأنا بالفعل بالخطوات العملية اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية ورفع المعاناة على المواطن البسيط. ولازلنا في الجنوب الليبي، حيث أكدت الشركة العامة للكهرباء أن التيار الكهربائي سيعود إلى المناطق الجنوبية بحلول الأربعاء كحد أقصى. جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بعدد من نشطاء المجتمع المدني بالجنوب الثلاثاء، وبحضور عدد من الفنيين والخبراء لمناقشة معاناة المنطقة الجنوبية. الناشط المدني بوادي الشاطئ الجديدي بشير أضاف في تصريحاتنا الصحفية أن قطاع الكهرباء على بعض المناطق وصل إلى 14 يوما متتاليا، ما نتج عنه وفاة 60 طفلا بسبب سوء الأحوال الجوية. حمل مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في مداخلة مع التناصح حمل الناطقة أو المناطق الرافضة لطرح الأحمال على الشبكة الكهربائية، ومضيفا أن بعض المناطق أبدت رغبتها ولم تدخل في الطرح أيضا. سبب الانهيار هو بعض المناطق أو المدن لم تستجب لطرح الأحمال، حيث أنها أخذت نصيب كثير من المناطق. هناك مناطق المواطن يبقى بالعشر ساعات وبالاثناشر ساعة الكهرباء منقطع عنه، وهناك مناطق تنعم بالكهرباء، وقد نبهنا عن ذلك وعملنا مناشدات كثيرة وناشدنا المناطق التي لم تستجيب للطرح، ولكن لا حياة أيضا لمن تنادي. طيب سيد، فارتبكت الشبكة الكهربائية وانهارت ليلة السبت، وقمنا بمناشدات كثيرة في الإذاعات المرئية والمسموعة، ولكن في حقيقة الأمر بعض المناطق أبدت رغبتها ولم تدخل في طرح الأحمال. هذا وأوضحت كوري أن بناء الشبكة من جديد بعد الانهيار هو أمر صعب، ومشيرا إلى أن الشبكة الكهربية خسرت حوالي 7000 ميجاوات جراء قفل الغاز، مؤكدا وقوع الإظلام الثالث على التوالي جراء هذه الأسباب. يجب أن أوضح للمواطنين الكرام أن البناء هو صعب جدا، أن البناء يجب أن تستجيب المناطق، ويجب أن يفتح خط الغاز، حيث أن الشبكة الكهربائية خسرت حوالي 7000 ميجاوات من قفل الغاز، وأربكت المدن التي لم تستجب للطرح الشركة العامة الكهرباء، فحدث الإظلام الثالث قبل حوالي أربع أو خمس ساعات. أرجعت الشركة العامة للكهرباء الأربعاء وقوع الإظلام الثاني والذي حدث ليلة الثلاثاء، أرجعته للضغط على الشبكة الكهربائية وتحميلها بأكثر من قيمة الإنتاج، مؤكدا أن عدم تجاوب بعض المناطق لعملية طرح الأحمال واستمرار قفل خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية قد أدى لانخفاض في قيمة تردد الشبكة.
شركة الكهرباء وفي بين لها أوضحت أنه كان من المفترض دخول وحدات على الشبكة واستجابة المناطق الرافضة للطرح، ولكنه لم يحدث، منبهة إلى ما يترتب عن ذلك من أعطال كثيرة عند عملية البناء. هذا وأكدت الشركة أنه تم إدخال عدد من الوحدات الإنتاجية من عدة محطات وبدء رجوع التيار الكهربائي جزئيا لبعض المناطق. فاصل قصير وتتابعون من بعد. خفر السواحل الليبية يعلن عن فقدان 180 مهاجرا أثناء غرق قارب قبالة السواحل الليبية. نعلن لأبناء شعبنا الكريم سيتم تقديم خطة عمل الحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق، ولكن نحن نراهن على الزخم والدعم الشعبي والذي لمسناه منذ دخولنا لطرابلس، وكان استضافه في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا. الشعب يريد إصلاح الثروات، الشعب يريد إصلاح الثروات، حيث قمنا بجملة من المعالجات المالية والاقتصادية كدفع المرتبات المتأخرة وتوفير السيولة النقدية. والله إلا كذب، كل كذب، والله عاجبك المصرف اللي هناي، والله الواحد يبكي. ومعالجة مشاكل الكهرباء والطاقة، المأساة اللي نعانوا فيها للضيفات حتى العشر ساعات. حان وقت العمل. أهلا بكم من جديد. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد لاغا، قال إن الهيئة ستعود للاجتماع نهاية شهر يناير الجاري. لاغا وفي تصريح صحفي الأربعاء قال إن أعضاء الهيئة بعد استلام الرئيس الجديد لمهامه خرجوا في إجازة لمدة أسبوعين، ولافتا إلى أنها فترة سيطلع خلالها الرئيس الجديد على الأمور الإدارية. يشار إلى أن محكمة البيضاء أصدرت حكما في مشروعية رئيس الهيئة علي ترهوني في وقت سابق. أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن المجلس الرئاسي المقترح عجز تماما عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي. صوان قال إن عجز الرئاسي المقترح فتح الباب أمام من يطالبون بتعديل الاتفاق السياسي أو تغيير المجلس الرئاسي بذاته. هذا وشدد صوان على رفضه التام عسكرة الدولة. يشار إلى أن دار الإفتاء الليبية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء إجراءاتها لوضع مبادرة فضيلة المفتي موضع التنفيذ، حيث كان فضيلة المفتي قد اتصل بعدد من الشخصيات الفاعلة ودعاهم إلى رص الصف والتحاور. قال مبعوث الولايات المتحدة الخاصة إلى ليبيا جوناثان وينر، قال أنه يجب على الأطراف الإقليمية أن يساعدوا ليبيا على الخروج من مأزقها والاتفاق على صفقة كبيرة لتنفيذ الاتفاق السياسي. وينر اعتبر أن إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا سيسهم وبقوة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لما يعرف بتنظيم الدولة أن يشعر بالأمان في أي مكان كان. وكان وينر قد غرد عبر حسابه في موقع تويتر مساء الثلاثاء قائلا: نحث الجهات الفاعلة الإقليمية على العمل معا لمساعدة ليبيا وإنهاء حالة الجمود والاتفاق على صفقة كبرى لتنفيذ الاتفاق السياسي، ولا توجد دولة تستطيع أن تفعل ذلك لوحدها. أكد الناطق باسم مجلس النواب المنحل عبدالله بليحة أن السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت
قد أقر بفشل المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق إسخراتة، واعدا بالعمل على تغيير المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر. بلاحق أو بالحقيقة، وفي تصريح صحفي ذكر أن رئيس النواب المنحل عقيلة صالح قد التقى مع ميلت وأخبره بتأييده لتعديل الاتفاق الموقع في إسخراتة المغربية، مضيفا أن السفير البريطاني أكد على احترام بلاده لإرادة الشعب الليبي وأن ما يتفق عليه الليبيون سيجد الدعم ومن بريطانيا. قالت الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد التقى الأربعاء في دافوس المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي والمكلفة بالسياسة الخارجية فيدريكا موغريني لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا. هذا وأضافت الحكومة التونسية على صفحتها في موقع فيسبوك، حيث قالت أن رئيس الحكومة أكد خلال لقاء على أهمية المبادرة المطروحة من قبل الرئيس التونسي البهجي قيد السبسي وبالتعاون مع الجزائر ومصر بخصوص الوضع في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي توافقي وشامل يمكن معه إعادة الأمن على الأراضي الليبية ويدفع في الاتجاه لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الملف الليبي من بين القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية بين الجزائر وفرنسا. وحسب البيان، فإن الاجتماع والمزمع عقده الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس سيتم خلاله التطرق إلى تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين الأمني والسياسي باعتبار الأزمة الليبية من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك. وحسب البيان، فسيترأس الدورة عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، وعن الجانب الفرنسي المنسق الوطني للإسلامات يان جونو. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجانبين الليبي والتونسي قد توصلا ثلثاء إلى اتفاق يسهل انسياب السلع عبر المنفذ الحدودي رأس جدير عقب احتجاجات في الجنوب التونسي. هذا وكانت مدينة بنجردان التابعة لولاية مدنين قد شهدت اضطرابات اجتماعية منذ نحو أسبوع، طالب المحتجون بحرية حركة السلع باتجاه ليبيا، وتخللت الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن التونسية. إشارة إلى أن ولاية مدنين وبشكل عام مناطق الجنوب الشرقي في تونس تعيش على التجارة عبر الحدود بما فيها التهريب، حيث لا تتوفر فيها بنى تحتية كافية أو منشآت صناعية وخدمية تستوعب اليد العاملة. في الخبر الأخير، حيث ارتفعت حصيلة غرق قارب لنقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية السبت الماضي إلى 4 قتلى وحوالي 180 مفقوداً وفق معلومات نشرتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء الماضي. الناجون وهم 3 رجال ومرأة من أريتريا أثيوبيا أيضا انتشلتهم سفينة فرنسية ونقلتهم إلى مرفأ ترابانيجا غربي صقلية الإيطالية، حيث قالوا إن المركبة الخشبية المكونة من طابقين انطلق الجمعة من ليبيا وعلى متن أكثر من 180 راكبا جميعهم من القرن الإفريقي انقلب بعد 4 ساعات من الإبحار بسبب الرياح العاتية. يشار إلى أن قوارب نقل المهاجرين تغرقوا في مياه المتوسط بعد إبحارها بساعات قليلة. إلى جولتنا في أحوال الطقس على بعض المدن الليبية نتابع. Thank you.
وقبل ختام الأخبار، هذا تذكير لأهم ما جاء فيها. مفتي ديار ليبيا يؤكد أن الظلم الحاصل في البلاد يتحمل مسؤوليته داعمو اتفاق أسخرات. فهو ظالم، ومن تستر على الظالم فهو ظالم. ولذلك هدوء حذر في محاور القتال بعد فشل قوات الكرامة التقدم صوب العمارة الصينية. عميد بلدية غات يعلن المدينة منطقة منكوبة، وشركة الكهرباء تؤكد عودة الكهرباء إلى الجنوب الأربعاء. وتابعتم أيضا خفر السواحل الليبي يعلن عن فقدان 180 مهاجرا أثناء غرق قارب قبالة السواحل الليبية. في الختام مشاهدينا، يمكنكم متابعة بثنا الحي على صفحاتنا فيسبوك تناصح تي في، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تليجرام ويوتيوب تناصح دوت تي في. إلى اللقاء.